أصوات القنابل تدوي في آذانهم، مشاهد المعارك والدماء السائلة في كل مكان تضج مضاجعهم. الموت كان قريبا، كان أقرب من كل شيء. سمعوا الأكاذيب والضلالات فأمنوا بها. والله الذي لا إله إلا هو، لا يقام شرع الله إلا بالسلاح، إلا بالسلاح. نسيوا أن الإسلام هو السلام والمحبة والتسامح. عادوا من جديد وحاولوا التوبة، نقلوا تجاربهم وتمنوا العودة إلى مجتمعاتهم. قبل الالتحاق بصفوف داعش ظللت قيد التحقيق لمدة شهر كامل، ثم بدأت أتلقى تعليما دينيا وعسكريا على يد معلمين ومدربين من جنسيات مختلفة. كانت المهمة الأولى لي هي المشاركة في محاصرة محيط المطار في مدينة تل رفعة السورية. الأفراد الذين أتوا إلى التنظيم من جميع أنحاء العالم كانوا قد تأثروا بالمقاطع المصورة والمرئية التي يبثها التنظيم على مواقع الإنترنت. نعم، نادم على تجربة الانضمام، وأتمنى أن أعود كما كنت إلى المجتمع. تجاوزت الجزائر ما عرف بالعشرية السوداء أو العشرية الدموية التي راح ضحيتها 250 ألف بين قتيل ومفقود من المواطنين ورجال الأمن والشرطة والدرك وكل الأسلاك الأمنية. قانون الرحمة الذي جاء باليمين زروال الرئيس الجزائري السابق سنة 1994 الذي تفاوض مع المسلحين بنفسه وبكل أجهزة الأمن وحتى المخابرات الجزائرية ومسؤوليها تفاوضوا في الجبال مع ما عرفوا بالإرهابيين أو الجماعات المسلحية. بعدها جاء الرئيس بوتفليقة عرض قانونا جديدا تكملة لقانون الرحمة الذي جاء ليعفو عن الجميع، فكل مخطئ فتح له الرئيس بوتفليقة باب التوبة عن طريق ما عرف بالمصالحة الوطنية. في العالم الإسلامي آلاف الشباب الذين عادوا إلى صوابهم، في العالم الإسلامي ملايين الشباب الذين يحتاجون إلى وعي وتوعية. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قال في رسالة له بمناسبة يوم الشباب سبتمبر من عام 2019 إن شباب العالم الإسلامي هم منبع الحيوية والطاقة والدينامية، ما يتطلب تزويدهم بأعلى مستويات التعليم والمهارات، ما يضع على عاتقنا مسؤولية الاستفادة المثلى من إمكاناتهم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح. أما في الغرب فالأمر مختلف، حيث يرفض عدد كبير من البلدان الأوروبية استقبال التائبين، في حين لا يبدو هناك اتفاق حتى الآن على طريقة التعامل معهم. ففي حالة البريطانية من أصل بنغالي شميمة خان التي انضمت إلى تنظيم داعش لأربعة أعوام ورغبت في العودة، بدأ أن الرأي العام في بريطانيا يرفض تلك العودة. الاتحاد الأوروبي يفكر في إقامة سجل مشترك للتسهيل من أجل مقاضاة نحو 1300 مواطن أوروبي شاركوا التنظيمات المسلحة في القتال بالمنطقة العربية. الاقتراب منهم والنقاش معهم يعرفنا أفكارهم، نستكشف نقاط ضعفهم التي جعلتهم فريسة سهلة للدخول في دوامة التطرف.